قبل ما اجي الماتش السبت اللي جاي، نتيجة الصفر صفر دي مكسب لمين؟ يعني مين راجع لرادس بنتيجة تصب في مصلحته أكتر؟ الأهلي الفرقتين ولا الترجي؟ يعني 50-50. طبعا، لان انت اللي يجيب جول هيكسب. مش هي صفر طب ما صفر، يبقى مكسب للأهلي أكتر يا كابتن. ما انا بقول لك. طب يعني لا، يعني مكسب للأهلي، لأنه هي مكسب للترجي حسابيا ومكسب للأهلي معنويا، لأنه بس أنا ما استقبلتش. ما انا ما استقبلتش دي معنويا، لكن في أيوه. النتيجه لو النتيجه صفر صفر بتلعب مباراه وانت بدأت المباراه، اللي هيجيب جول هيكسب. يعني هي دي النقطه اللي نقدر نقول فيها، الا في حاله واحده، لو الترجي الترجي. سجل. لا، الترجي لو سجل هيكسب، لكن انت لو حاولت تسجل لازم تسجل اتنين، لانك لو واحد واحد هو جول باتنين، ايوه، فطبعا انت لازم المبادرة تبقى عندك. تبقى المبادره من عندك. ايوه، انا قلت ان كاردوزو يمكن وهو بيحضر للماتش، يعني تاني يوم برضو كنت بتكلم في انه كاردوزو اعتبر نتيجة 0-0 بالنسبة له كأنه جاي القاهرة والنتيجة 1-0 لصالحه، على اساس ان الجول بتاعه على باتنين. اساس ان الجول بتاعه باتنين، هو في يعني تفكيره طبعا. وعارف انه ده هيكتف الاهلي شوية، وده يخلينا ننقل لماتش الذهاب، ماتش العودة. هل بتشوف انه سيناريو المباراة من وجهة نظر مارسيل كولر، هو احنا اتفقنا انه الاثنين رفعوا شعار لا للمغامره، لا انا هغامر ولا انا كمان هغامر، لا انا عايز استقبل ولا انا عايز استقبل، هل تتوقع انه سيناريو او بدايات سيناريو المواجهه في القاهره يوم السبت يبقى استكمال لنفس السيناريو رادس، ولا في حد منهم ممكن يقول هنا لا الفرصه فرصتي، المغامره لازم تكون جزء من حساباتي، هي جزء بس، وكلام هم هنا على الاهلي اكتر طبعا هيبدأوها بنفس 50-50. السيناريو. مش ممكن يغامر. مش ممكن يغامر. طبعا، لانه عارف انه لو جاله هدف هيجيب اتنين، لازم يجيب هدفين، بقت طب مشكلة. ما هو ده ادعى ان انا اسعى ان انا اسجل هدفين بصرف النظر عن ان انا استقبل ولا ما استقبلش. لا، ما لازم في الجون ده اتزان. كابتن فتحي الجمهور، يعني في ماتش مازيمبي واحنا كسبانين مازيمبي 1-0 واحنا كسبانين اوريدي، انت بتبقى قاعد على اعصابك ليه؟ لانه عارف انه في اي لحظه اي هدف ممكن يجي فيك هيلخبط الحسابات بالظبط، والماتش هيتقلب السيناريو بتاعه، ما صح. تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ما ابتدتش تهدى الا بعد ما سجل الهدف الاهلي هدف الثاني التاني، وبعد ما الاهلي سجل هدف التاني كوره الاهلي شخصيه الاهلي خلاص رجعت لطبيعتها، بقت الضغوط ضاعت بالظبط كده، الضغوط والنتيجة ضاعت. قربت، ايوه، وانت قربت للهدف وحتى بتاعك. لو سجل هو انت مش شايل هم هدف لا يسجله يتحسب بهدفين. لا لا، مش كده. فطبعا هي العملية حسبة، يعني ما اقدرش اقول انها حسبه بسيطه ولا حسبه سهله، لا، حسبه عايزه عقلانيه ومزمن ده عشان يقعد يفكر. لكن ايوه، نمره واحد، ما فيش المجازفه، ما يخشش فيها التزام دفاعي 100%، هجوم طاغي وقاطر على ان انا اروح اسجل هدف واتنين لان انا في ملعبي. في رادس رهان كولر في مركز الباك ليفت مكان علي معلول كان كريم فؤاد، هل تعتقد انه كريم هو الجدير وقدم مباراة كويسة بصراحة؟ طبعا. هل تعتقد انه رهان كولر في القاهرة هيكون كريم فؤاد، ولا كابتن فتحي بيشوف انه ممكن تكون فرصة مثلا لكريم الدبيس على اساس انه ده مكانه وحافظه اكتر ما هو ده وممكن في مكانه فرصة لتجهيزه كمان؟ برضه، لكن ممكن اقول هلاعب ده لانه خد خبرة ايوه، واكتسب وعارف ازاي يتعامل مع الفرقة اللي قدامه، ولعبته في الظروف الصعبة بره ملعبه وفي الامكانيات دي، يبقى اكيد اكيد هو حسبها. ماذا والا ليه ما لعبش كريم الدبيس ايوه، لما كان لعبه هناك؟ ما لعبوش ليه؟ لانه عارف مين اللي متفصل على هذه المباراة. هو المكان مش غريب على كريم فؤاد، طبعا. يعني ما اقصدش انه كريم بيلعب لا، اوريدي ما بنقولش باك ان هو ليفت وباك. وحش، ما بنقولش ان هو وحش ولا ايوه، حاجة. لا، هل هو، انت بتقول يعني هل هناك من افضل او يكون ايوه، مثل التغيير اللي فات ده، او عندي فترة بجهز فيها ان يعني. انا اجهز فيها؟ طبعا هيفكر فيها، لكن هتلاقي في اسهم كريم فؤاد، اعلى في شوية. حاجات هتعليه انه لعب مع الفرقة دي ولعب بره وحافظ اللعيبة، فانت بتصلح في اخطائه في اللعيبة، مش لسه جديد هيبدأ معاهم. صحيح، ممكن وفي جميع يعمل. الاحوال لازم الاثنين يبقوا جاهزين، يعني لا طبعا قدر طبعا، الله ما حدش برضو يعرف ظروف المباراه ايه، بالظبط بالظبط، وخصوصا انه كان في عنف شويه من لعيبه الترجي خصوصا في الاخر. في الاخر بالظبط كده.